البداية أحب أن أتوجه بالشكر إلى سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى سمو الأميرة هيا بنت الحسين لإتاحتهم لنا الفرصة للحديث أو للمشاركة وفي هذا المعرض اللي يتحدث عن يعني الإنسانية بشكل عام. واليوم نفس ما يخفى على دليل علمكم أن كل سنة نحن نختار عنوانه وكجهة منظمة نختار عنوان للمعرض. السنة هاي اخترنا عنوان المرأة والطفل، واعتقد ان المرأة اليوم يعني خاصة بما يخص الملف السوري ودول الجوار الذين متواجدين في دول الجوار يعني لها وضع يعني خاص، لها وضع انساني الكل يعني يرثى له. ونتمنى نحن قد ما نقدر نطلع بمخرجات ونطلع بتصورات بحيث ان نحن نقدر نساعد المرأة السورية بالأخص والأطفال السوريين كذلك بما نستطيع من معونات غذائية، من تعليم، من يعني تقديم كل ما يعني بالمرأة وكل ما يعني بالطفل. فأعتقد أن نحن اليوم قدرنا من خلال ورش العمل اللي سويناها نطلع ببعض التصورات اللي أعتقد أنها بتوصل للمسؤولين لتطبيقها على أرض الواقع إن شاء الله. والله صراحة أنا تفاجأت، أنا شخصيا تفاجأت يعني ولو نحن منظمين لكن أنا تفاجأت ب يعني السنة هاي والإقبال الكبير اللي وجدناه من الحضور سواء من المشاركين في المعرض أو من الحضور الفيزيتر من برا. والانطباع الجيد اللي يعني ما أخذناه المعرض نفسه هذا والمسنة اليوم في الصحف كذلك يعني اهتمامهم كبير في المعرض، وهذا يدل على يعني نجاح المعرض ويدل على يعني اهتمام دولة الإمارات وإمارة دبي بتنظيم المعارض ونجاحها كذلك في تنظيم المعارض، مما لا شك فيه سوف يأتي بالنفع والفائدة على يعني على أهداف المعرض ومخرجاته.